ليش واقف عند الباب؟ أنا ما قلت لك تحط الخسيلات بالطشط وتدعكم تمين؟ عم قول لحالي فوزية إذا أنت بدك تروحي لسهرة سعاد خانم، ليش ما بروح أنا على القهوة وبقعد مع رجال؟ اليوم خميس وأبعادي بده يحكي لنا قصة الأمير حمزة البهلوان. شو قلت بعدي؟ بدك تروح على القهوة وتقعد مع رجال؟ ولا واعي مين بده يغسلهم؟ أنا بغسلهم بس أرجع. لا طلع برات البيت ما في، وأنا رايحة ما لحق أتأخر، بدي أرجع لاقيك غاسل الأواعي وناشرهم، فهمت؟ أسع هيك.